مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبقنا. ان شاء الله هنكون معاكم من واحده لاثنين. طبعا مستنيين تليفوناتكم واستفساراتكم على ارقام التليفون اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. كلمونا طول الحلقه، اسالونا على اي حاجه حابين ان احنا نجاوب عليها. وعاملين احنا اليومين بتوع الصيف دول دايما بنبقى في وجبه كده في او الوصفتين او وصفه منهم بتبقى حله واحده كده بيبقى فيها وصفات حلوه قوي. النهارده هنعمل كبسه حلوه جدا، هنعمل كبسه البيري بيري بطعم حلو جدا والصوص بتاعها رهيب. تعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيها مع بعض. عندي وراك فراخ، طبعا تقدروا تستخدموا فرخه كامله متقطعه 4 متقطعه 8، صدور بس، وراك بس، فيليه اللي انتوا عايزينه. عندي رز بسمتي، فلفل حار، فلفل رومي، وبصل وثوم وزعتر وزيت زيتون او زيت عادي على حسب اللي انتوا حابينه، وصلصه طماطم. والصوص هحتاج له فلفل مشوي، هشوي فلفل كده، شويه فلفل هشويهم في شويه زيت كده بسيط خالص، وملح وفلفل، وممكن تحطوا عليهم روزماري لو وزعتر لو حابين. وعندي بصل وثوم وزعتر ومكعب مرقه وملح وفلفل ومعلقه من السكر، وعندي كمان بابريكا وعصير ليمون. هقول تاني المقادير. عندي فلفل الوراك فراخ ورز بسمتي وفلفل حار ورومي وبصل وثوم، وعندي زعتر وزيت زيتون او زيت عادي، وصلصه طماطم وفلفل مشوي وبصل وثوم وزعتر ومكعب مرقه وملح وفلفل ومعلقه من السكر وبابريكا وعصير ليمون. اول حاجه طبعا ايه، هحط الحله كده تسخن عشان هنبدا ان احنا نشوح الفراخ. عندنا هبدا بس اجيب كده ايه بلانشه كده افتح في الفراخ. طبعا حابين بجلدها، حابين تشيلوا الجلد، كل الحاجات دي على حسب انتوا بتحبوا ايه، براحتكم خالص زي ما انتوا حابين. هبدا كده ايه اعمل فتحات كده خفيفه كده في الوراك. احنا اتفقنا استخدموا وراك او صدور او فرخه كامله على حسب اللي انتوا حابينه. اهو فتحات كده لطيفه، ومحتاجه ان انا ايه اشوح كده الفراخ كويس جدا في الحله اللي احنا هنشتغل فيها. دي خطوه عايز اعملها كويس قوي. اهو اعمل لها فتحات كده خفيفه بالشكل ده، تمام. حل عندي على النار، نشيل بس كده ايه الطبق ده، خلاص مش محتاجينه. حل عندي على النار بتسخن، وهبدا ان انا احط فيها الفراخ. احط كده شويه الزيت، سايبه الحله تسخن خالص وسايبه شويه الزيت يسخنوا عشان ابدا انزل بالفراخ بتاعتي. عايزه الفراخ شده ومتحمره حلو عشان لما اجي احط الرز والكلام ده كله يبقى عندي كده ايه الفراخ شده عندي وحلوه ومتحمره كده ومتشوحه حلوه قوي. احطها من ناحيه الجلد كده اهو بالشكل ده. وهسيبهم يتحمروا كويس جدا، مش عايزه استعجل عليهم خالص، تمام. يبقى انا هسيبهم يتحمروا مش هستعجل عليهم نهائي، وهحمرهم من الناحيتين كده واتاكد ان هم اتحمروا كويس قوي. تعالوا بقى ايه نبدا كده ايه نعمل شويه الصلصه في الكبه. جنى صباح الفل، ازيك يا جنى؟ الحمد لله دايما يا رب حبيبتي. اخبارك ايه؟ انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. انا بحبك جدا. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي. وبحب كل وصفاتك. الله يخليك يا حبيبة قلبي، تسلمي والله، تسلمي لي. صباحك زي الفل، تسلمي حبيبتي، شكرا جدا. هنبدا بقى ايه نجيب الكبه، وهنجيب الفلفل اللي احنا شاويينه. انا هنا شاويه فلفل
بصوا حطاه كده مقطعاه وحطاه في شويه زيت وملح وفلفل، وممكن تحطوا زعتر او روزماري وتحطوه في الفرن، او في ناس بتحب تشويه في الاير فراير، في ناس بتحب تشويه على النار من فوق وتبدا تقشره على حسب اللي انتوا حابينه. وهبدا ان انا افرم الكلام ده. تمام، هبدا كده ايه احط الفلفل اللي احنا شاويينه اهو كده بالشكل ده، وهبدا ان انا ايه افرم الفلفل الحار والبصل مع بعض. تمام، عندي بصل، عندي شويه بصل كده، فلفل حار وفلفل رومي بالشكل ده. ايمان صباح الفل. صباح النور، ازيك يا شيخ؟ عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. ازي حضرتك؟ كله زي الفل والله. يا جميل. رب دايما ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. حبيبتي تسلمين. انا كنت بتفرج على حضرتك من ايام برنامج ست ستات. يا سلام، ده من زمان قوي، ده من 9 سنين تقريبا. انا كانوا اصحابي في الشغل دايما يشتكوا من يوم الثلاث، قال لهم عايزين حاجه تحل يوم الثلاث اتفرجوا على سيف اسماء مثلا. الله يخليكي بجد والله، ده انت فعلا يا من زمان قوي. شفتي بقى؟ ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. ستات عشان الناس اللي مش عارفه ده اول برنامج عملته. فعلا كنت اول مره اشوف حضرتك فعلا في التلفزيون. ايوه حبيبتي الحقيقه فعلا. اتفضلي. عايزه بقى طريقه مختلفه للبط. حاضر، عينيا هقول لك احلى طريقه البط. حبيبتي تسلم عينيك. صباحك زي الفل. بصوا خليني كده ايه احط كمان شويه الفلفل والبصل دول. احنا حطينا شويه فلفل حامي، حابين تخلوه سبايسي اكتر تقدروا ان انتوا تزودوا اهو. انا خليته ايه وسط كده، فحطيت معاه الثوم والبصل والفلفل الحامي والروب. هضيف عليهم الفلفل اللي احنا فرمناه المشوي اهو بالشكل ده كده. هبدا بقى ايه اضيف عليه البهارات اللي انا عايزه احطها، واحط عليه معلقه صلصه كده صغيره. شهد صباح الفل. صباح النور، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. كله زي الفل دايما يا حبيبتي الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. حابه اسالك على طريقه الشيف كيك. حاضر، عينيا يا حبيبتي. حاضر، عايزه حاجه تاني؟ شكرا. شكرا يا حبيبتي. بصوا انا عايزه احمر الفراخ كويس جدا، عايزاها متحمره كويس قوي. لسه لقيناها، هقوم سايباها شويه كده كمان وموزعه الفراخ عشان كله يتحمر بنفس الدرجه اهو. هسيب كده كله يكمل، وهجيب بوله كده او اي حاجه هبدا ان انا اقلب فيها الصلصه بتاعتي دي. ممكن دي كبيره قوي، ممكن نستخدم ده مثلا اهو. هجيب كل اللي احنا فرمناه ده هحطه هنا. ساره صباح الفل. صباح الهنا عليك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله والله. دايما يا رب حبيبتي. انت عامله ايه؟ كله زي الفل والله يا حبيبتي، كله جميل يا رب دايما. الله يخليك يا حبيبتي تسلميلي. كان لي سؤال يا شيخ. اتفضلي. انا النهارده هعمل كشري مصري اللي هو مش حله واحده. تمام. بعمل كل حاجه مظبوطه، بس في الاخر خالص ما بعرفش ارص السمايه. حاضر هقول لك. يعني بتعملي ايه؟ ما عندكيش مشكله نفسها في الاكله نفسها؟ لا لا لا. حاضر. انا بعت في الاخر وعايزه ارص السمايه. حاضر، عيني. حاضر يا حبيبتي. صباح. ماشي، صباحك زي الفل. بصوا انا حطيت ملح وفلفل وعصير ليمون.
حابين تحطوا معلقة صلصة صغيرة كده، وهنحط شوية زعتر طبعا. أنا مش بحب بصراحة الصلصة كتير، يعني ممكن كمان ما تحطوش صلصة. أهو بالشكل ده، أحط شوية زعتر، شوية سكر أهو، وأقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. ودي هتبقى الصلصة إن إحنا هنقدمها جنب الكبسة بتاعتنا. شوية عصير ليمون كمان، تبقى حلوة جدا، تبقى حرشة كده وفلفل حامي، بتبقى يعني تتحكموا بقى في درجة حميان الفلفل زي ما انتوا عايزين. خلاص تعالوا بقى ايه، نروح للفراخ. هاخد كده بقية الحاجة بالشكل ده، وعايزة احمر الفراخ كويس جدا. هحط فلفل اسود، حبيبة صباح الفل، هحط ملح. والله ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. دايما يا رب. اتفضلي حبيبتي انا معاكي. ممكن اكلم الشيف؟ انا اهو معاكي اهو. وانا عايزه اعرف طريقه اللحمه البارده. حاضر عينيا يا حبيبتي، هقول لك في العرق تعمليه ازاي. حاضر، بصوا اهو بحمر كده من كل الجوانب، وبدي كمان من الناحيه الثانيه شويه فلفل اسود تانيين، شويه ملح، شويه زعتر خفيفه، وهبدا بقى ايه اشوح عندي البصل المفروم، بصلايه صغيره كده مش عايزه بصل كتير، مع الفراخ بالشكل ده. انا عايزه بقى اشوح كله كده اهو الشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، هبدا احط سنه من الثوم، سنه صغيره مش كتير اهو كده، شوح الفراخ كويس جدا، مش عايزه استعجل في التشويح بتاع الفراخ. بصوا زي ما انتوا شايفين كده بشوحها حلو جدا. هحط مكعب مرق خضار كده عشان لما ابدا ان انا اكمل سوا في الرز يطعم لي كده الدنيا مع المرقه اللي هتنزل من الفراخ اهو. هدوبها كده بالشكل ده اهو، هقلب بقى كله كده ايه يبقى متشوح بالشكل اللي انتوا شايفينه. تمام، هحط معلقه الصلصه، مش عايز صلصه كتير ومش عايزه بصل كتير عشان ما يبقاش معجن معايا. هحط شويه عصير الليمون دول، حوالي نص ليمونه كده نعصرها اهو بالشكل ده، هشوح كده كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما يتحمر اكتر ويبقى مديني لون كده حلو، عشان لما اجي احط الميه يفضل ايه متحمره والفراخ حلوه كده اهي. تمام، هبدا بقى ايه، ممكن في المرحله دي تعملوا حاجتين، ممكن تسووا الفراخ تزودوا ميه وتخلوا الفراخ تستوي نص سوا وبعدين تحطوا الرز على السوائل اللي نازله من الفراخ، او ممكن تجيبوا صاج وتفضوا الفراخ وتدخلوها الفرن تسووها بعد التشويحه دي، وفي نفس الحله هنعمل مع بعض الرز. فده موجود وده موجود، اللي انتوا عايزينه تقدروا ان انتوا تعملوه. انا ممكن يعني هعملها المره دي، احنا عملنا حاجات قبل كده في حله واحده، ممكن المره دي اجيب صاج كده وابدا ان انا ايه ادخلها الفرن، اديها التحميره حلوه كده جدا واسيبها تكمل سوا في الفرن اهو. بصوا هحط كده الفراخ اللي عندي اهي بكل البهاريز دي، هسيبها تستوي في الفرن اهو بالشكل ده كده. انا ايه برص كويس عشان ايه كلها تبقى اخده نفس اللون بكل حاجه. خلاص اجي بقى ايه شويه البهاريز اللي نازله، طبعا زي ما قلت لكم عايزين تخلوها كلها
في نفس الطاسة وتعملوا كله مع بعض اللي انتوا عايزينه. هحط بقى شوية البصل اهو، شوية البصل دول، عندي بصل تاني لو عايز اشوح اشوح للرز اهو، وهدخلها الفرن. عايزه احمرها، انا بصراحه من الناس اللي بحب الفراخ تبقى متحمره قوي كده، تبقى يعني ماسكه نفسها وشده كده ومتحمره قوي. فطبعا حابين تكملوا في الحله تمام، حابين تكملوا في الفرن برضو تمام، اللي انتوا عايزينه. ده بيبقى طعمه حلو جدا وده بيبقى طعمه حلو جدا اهو. خلاص هنبدا ندخل الفراخ الفرن ونسيبها تكمل سوا، سواء بقى هتغطوها سواء هتحطوها لحد ما تبقى تاخد لون حلو وبعدين تغطوها. المهم انا هسوي الفراخ عندي، هكمل سواها في الفرن كده. وممكن احط شويه بصل كده تاني بدل اللي خدتهم، مش كتير. وهبدا انزل الرز بتاعي. خلاص في كله بقى كل البهريز اللي نزلت من تحمير الفراخ وكل الكلام ده في الزيت اللي عندي اللي تحت اهو الشكل ده، اخد من طعم. بصوا بقى كل الكلام ده بلمه كده مع الرز، اخد من طعم الفراخ مع المرقه مع الملح والفلفل وشويه عصير الليمون اللي حطيناهم وشويه الزعتر، كله كده ايه هقلب كويس جدا. اخد كل البهريز اللي تحت كده وابدا ان انا ايه افلفل الرز بتاعي. طبعا لو هتحطوا الرز في نفس حله الفراخ يبقى لازم تسووا الفراخ حوالي نص سوا خلاص قبل ما تحطوا الرز، وبعدين تظبطوا ميتها وبعدين تبداوا تحطوا الرز وخليهم يستووا مع بعض. لو انتوا هتحطوا كله مع بعض فخدوا بالكم الموضوع ده، ما ينفعش تحطوا على الفراخ نيه، الرز هتلاقي سوى الفراخ مش احسن حاجه، فلازم تسووا الفراخ شويه على الاقل نص سوا وبعدين تبداوا ان انتوا تضيفوا الرز ليها. هظبط الميه بتاعتي اهو، ودي تقليبه ونظبط ملحنا. شوف كده لو هحتاج تاني ازود ميه على كل طبعا معلقه رز، معلقه صغيره كوبايه رز، معلقه صغيره من الملح اهو كده بالشكل ده. وهحط على النار الهاديه، اول بمجرد ما الميه عندي هتغلي هغطي واحط في على النار الهاديه اه تمام. يبقى احنا كده عملنا ايه، عملنا الصلصه بتاعتنا اللي على البارد الحلوه جدا، وعملنا كمان الفراخ شوحناها بالشكل اللي احنا شفناه، وقلنا ان احنا ممكن نقدر ان احنا نخليهم مع بعض في نفس الحله، بس اهم حاجه نسوي الفراخ نص سوا وبعدين نظبط الميه بتاعتنا والرز بتاعنا وملحنا وكله ونسيبهم يستووا مع بعض، او تعملوا اللي احنا عملناه ده، طلعنا الفراخ بكل البصل والحاجات الحلوه دي حطيناها في الفرن تكمل سوا، مش عايزاها متحمره قوي، وهكمل سوا الرز بنفس الطريقه دي اهو الميه بتغلي، وهبدا ان انا اغطيها واحطها على العين الهاديه تستوي براحتها خالص. تمام، تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حلقتنا. استنى رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، الكبسة على النار والفراخ في الفرن، وحابين تعملوها في حلة واحدة زي ما قلنا براحتكم، تعالوا بقى نعمل باستا كده بالمشروم والبينك صوص، حلوة جدا وطعمها لطيف. تعالوا نشوف مقاديرها اللي احنا هنشتغل فيها. محتاجة عندي مكرونة، اي نوع بقى مكرونه انتوا عايزينها براحتكم خالص، وعندي صدور فراخ وعندي مشروم وفلفل الوان وبصل ومعلقه كبيره من الصلصه وكريمه لباني، وعندي ملح وفلفل ومكعب مرقه وبابريكا وريحان. هقول تاني المقادير، محتاجه عندي مكرونه اي نوع تكون مسلوقه، صدور فراخ ومشروم وفلفل الوان، عايزه مكعب بس زبده بقى وفلفل الوان وبصل ومعلقه كبيره من الصلصه وكريمه وملح وفلفل ومكعب مرقه وبابريكا وريحان.
تمام. اول حاجه كده عندي الصدور بتاعه الفراخ اللي عندي، هجيب كده طبق اهو، هبدا كده ايه الشكل ده، هخرجهم كده هنا الشكل ده كده، هنشفهم كده لو فيهم اي سوائل، وهبدا ان انا ايه اتبل كده الفراخ تتبيله خفيفه خالص بملح وفلفل وشويه بابريكا وخلاص على كده، مش عايزه اتبل تتبيله قويه يعني. تمام يلا بينا. هبدا احط شويه بابريكا، تمام، احط شويه فلفل اسود، شويه ملح، وهبدا ان انا ايه اتبل الصدور بتاعه الفراخ كويس جدا اهو الشكل ده كده، تبل كويس قوي كل البهارات اهي. وعندي على الجريل او اي عندكم مثلا طاسة اي حاجة اللي انتوا عايزينه، هبدأ ان انا احط كده ايه معلقة كده من الزبدة اهو بالشكل ده، او طبعا زيت على حسب ما انتوا حابين، ممكن احط معاها شوية زيت تخن طلع على عيني معلش، وهبدا ان انا ايه احط الصدور كده بالشكل ده تريق التريق تريق عليا ماشي ماشي ماشي، الدخان هيدخل لك كنترول تعالوا كده ايه نشوح الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. انا حطيت ملح وفلفل وشويه بابريكا وخلاص على كده. تعالوا بقى ايه انا يعني هنبدا نشتغل هنا، فاشتغل هنا ولا هنا؟ طيب اهو هتعمل ايه. تعالوا كده ايه نحط شويه من الزيت هنا عشان نبدا بقى نعمل الصوص بتاع الصلصه بتاعتنا، الصوص بتاع الفاستا بتاعتنا ولا ايه. تعالوا بقى عندي هنا شويه من البصل شوحوا مع شويه زيت، شوحوا كده كويس لحد ما كل البصل يبدا يدبل كده ويصفر كده خفيف اهو. انا عندي الفراخ بتستوي على الجريل التاني، الرز عندي على النار هنا برضو بيتفلفل براحته خالص، وعندي هنا بفلفل كده البصل وبخليهم يتفرطوا كده ويصفر شوية بسيط كده قبل ما احط بقية المكونات. تمام تعال نبص بصة على الفراخ اهو بالشكل ده، نبدأ كده ندي تشويحة من الناحيتين وانا بشوي الفراخ كده، هبدأ ان انا اعمل ايه زي ما احنا بنعمل الصوص بتاع المكرونة اهو، عايزة كله كده يتشوح بالشكل ده لحد ما البصل عندي يصفر شوية. هبدأ اقرب بقى بقية المكونات. ياسمين صباح الفل. صباح الفل. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله عاملين دايما كله زي الفل والله كله جميل الحمد لله. كنت تسلم ايدك على كل حاجه حلوه بتعمليها. تسلمي حبيبتي والله تسلمي لي الله يخليكي. فضي كده مكان للمشروم ونشوح. ازيك يا حبيبتي؟ حالك تكون رايقه يا شيخ. كله زي الفل والله الحمد لله. بقول لك يا شيخ قولي لي. انا معاكي بس استاذنك توطي طب التلفزيون عشان تسمعيني كويس ممكن؟ بقول لك يا شيخ قولي لي سامعاكي. انا لو سمحتي بس عايزاك تكلميني بعد الحلقه. حاضر
حاضر، ممكن تسيبي رقمك واكلمك يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، شكرا جدا، تسلمي لي. كده الفراخ بتتشوح وانا هنا بشوح المشروم والبصل، شوح كده كل المشروم اللي عندي، احط شويه زيت خفاف كده خالص اهو، بس كده اهو، واشوح المشروم لحد بقى برضو عندي يتشوح، بيدبل كده شويه وحجمه بيقل، يعني كل الكميه دي هتلاقوها قلت خالص بعد ما تشوح اهو بالشكل ده. ونبص على الفراخ واحنا شغالين اهو، كده بالشكل ده اهو. مو يزن صباح الفل. العسل، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله كويس دايما يا رب. ربنا يخليك يا رب. يخليك. عامله ايه؟ كله زي الفل والله يا حبيبتي، كله جميل. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمك يا رب. بقول لحضرتك هو المكرونه البشاميل اللي بتاعت من فوق بتطلع ناشفه. حاضر، هقول لك ايه الكام حاجه اللي تعمليها والبشاميل يبقى قوامه حلو ازاي. حاضر، ربنا يخليك يا رب. حاضر يا حبيبتي، سلام يا حبيبتي، شكرا يا حبيبتي. بصوا البشاميل بيبقى ناشف عشان، يعني البشاميل بيبقى من فوق ناشف عشان ساعات ناس كتير جدا بتعمل بشاميل تقيل قوي، فلما بتيجي تدخله بيبقى بيشقق كده وبيبقى ناشف جدا، فقوام البشاميل لازم يبقى معقول، ولا تقيل قوي ولا خفيف ميه، يعني يبقى القوام المعقول اللي هو يعني يبقى ماسك في المكرونه وكريمي جدا وحلو جدا. فدي من النقط المهمه جدا اللي احنا نعملها. نعمل كده ازاي؟ نجيب عندي نفس مقدار الدقيق يبقى نفس مقدار الدهون اللي هو الزبدة أو السمنة أو الزيت، ونقلبهم مع بعض حوالي 30 ثانية، وبعد كده من غير ما نغير لون الدقيق خالص بنبدأ ننزل عليه بلبن بالتدريج مع التقليب المستمر، التقليب المستمر لحد ما يربط والقوام يبقى مظبوط مع اللبن بالتدريج، بيخلي القوام كريمي خالص، وعارفة أن أنا أتحكم في القوام كويس جداً. فدي من النقط اللي احنا يعني ما ينفعش نسيب البشاميل ونمشي والكلام ده كله لحد ما تبقى تمام جدا وزي الفل. تمام اهو كده، خليني اجيب صدر ده كده عشان ابدا ان انا برضو اسويه، وابدا بقى ايه اشوح كده كل الكلام ده اهو. بالشكل ده بصوا المشروم والبصل خلاص اتشوحوا وبقوا حلوين جدا، هبدا انزل عليهم بالفلفل الالوان اهو بالشكل ده، لحد برضو ما الفلفل نفس القصه يبدا يدبل مع بقيه الخضار. هجيب مكعب المرقه وشوية ريحان، شوية ريحان كده مجفف كده اهو، او فريش على حسب اللي انتوا عايزينه اهو كده بالشكل ده، ريحة فظيعة، ريحة الريحان حلوة جدا اهو، مكعب كده ببدأ ان انا بس ايه ادوبه عشان ما يبقاش مكلكع معايا في اي حاجة اهو. شوح كده كل الكلام ده كده مع بعض، حط الملح والفلفل. مو ياسين صباح الفل، عامله ايه يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كله زي الفل والله، كله جميل. الله ينور عليك. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي لي. تسلمي لك والله على كل اللي تسلمي يا حبيبه قلبي والله، تسلمي لي. اتفضلي يا حبيبتي. اسالك على سؤال. اتفضلي. انا بعمل الفطير اللي هو الشرقي اللي هو محشي فراخ ده، يعني بحشي فراخ. تمام. بعجنه بميه بتاع ده دقيق وميه. تمام. بس انا لما باجي اطيبه بيبقى طالع مشتري معايا ناشف، ليه؟ عشان لازم تريحيه في زيت، احنا الفطير الشرقي بنريحه لازم في زيت. هقول لك دلوقتي بعد ما تعجني العجينه، هي بتبقى ميه فعلا ودقيق وملح. خلاص من غير حتى خميره، ما بيتحطلوش خميره بتاعت الفطير الشرقي.
خلاص. وبعد كده بتريحيها، بتريحيها حبه محترمين. بتريحيها ازاي بقى؟ بتجيبي العجينه بعد ما بتعجنيها كويس جدا جدا جدا، بتعجن وتخدم كويس قوي، بتقسميها الكور. الكور دي بتحطيها في طبق فيه زيت، يعني بتحطي حوالي نص كوبايه زيت، وبتحطي الكور في الطبق ده عشان تريح في الزيت. احطها في زيت؟ لازم تريح في زيت. خلاص تريح في زيت. بعد ما تريح بقى مثلا ساعتين ولا حاجه، هتلاقي العجينه عندك يعني لينه جدا، وعارفه تتعاملي بيها، وعارفه تفرديها، وعارفه تورقيها، وعارفه يعني تخليها زي اللي انت عايزاه بالظبط، ومتقطعش معاكي، وتبقى مريحه جدا. بعد كده بتقومي منظفه الرخامه اللي انت هتشتغلي عليها او الترابيزه او ايا كان، تحطي شويه زيت برضو عليها، وبتقومي فرشه الكوره كويس قوي بايدك من جوه لبره، وبعد كده بتبداي تهويها بالراحه. طول ما هي مريحه معاكي كده هتتهوى معاكي كويس جدا، بتهويها بالراحه. وطبعا احنا عملنا حلقات عن الفطير الشرقي، لو عايزه برضو تبصي عليها عشان تبقي عندك خلفيه يعني احنا ايه الخطوات اللي احنا عملناها واحنا شغالين. ماشي. هو دلوقتي معلش السؤال كمان، هو انا دلوقتي لو هما اتنين بيبقوا مع بعض، ولا هي بتبقى واحدة بس؟ هي واحدة بس، بتعملي لها بتاخدي حتة عجينة تانية بتعمليها مربع وتخليها في النص عشان تستحمل الحشو، عشان تاخد الحشو منك، فاهمة قصدي؟ ايوة. يعني بتعملي حتة مستطيلة كده بتخليها في الحشو، وبس الباقي كله بيبقى متهوي خالص بره، بتبدأي تقعدي تطبقي فيها وتظبط معاكي. ممكن تسويها على الطاسه كمان، مش محتاجه بتبقى افرد واحده واحشيها، وافرد واحده تانية واحطها في قلبيها. ممكن تعملي كده مفيش مشكله، برضو بتبقى طبقات مع التطبيق، الاثنين ينفع، ده ينفع وده ينفع، مفيش مشكله. عشان النشافات بالظبط، يعني عشان تبقى هتلاقيها بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله طول ما هي مريحه كويس. ربنا يبارك فيك. الله يخليك يا رب. تسلمي يا حبيبه قلبي. لم بصوا بقى، بعد الصلصة بعد الصلصة كده هنبدأ ان احنا ايه نحط الكريمة، او عايزين تحطوا معلقة دقيق وشوية لبن برضو تمام. هبدأ بقى ايه، احنا ممكن دول كمان نكملهم كده ايه في الفرن، نغطيهم نخرجهم كده. خليني انا خلاص مش عايزة ياخدوا لون ولا حاجة، انا بس ايه عايزاهم اتأكد ان هما يعني من جوه تمام، هيكملوا سوا السنة كده. انا محتاجة ورقة فويل. تمام كله زي الفل. نطلعك الفاصل. يا سلام بس كده نبدا ندخل دي الفرن كده لحد ما نبدا نقدم. هنطلع الفراخ ونقطعها كده معايا تمام، اهو هحطها كده تحت. انا مش محتاجه ولا تحمر وش ولا اي حاجه، انا بس مجرد ايه سايباها تكمل سوا. تعالوا بقى قبل ما نطلع الفاصل هزود بس شويه ميه كده خفيفه خالص اهو الشكل ده. وتعالوا بقى ايه نحط شوية مكرونة من اللي احنا سلقينها. حبيبة صباح الفل، ازيك يا حبيبة؟ بحب حضرتك قوي قوي. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمين كل اسلافك والله. ربنا يخليك يا رب. عندك كام سنة قوليلي؟ عندي 9 سنين. ماشي، اتفرجي بقى علينا وبتعملي ايه مع ماما، قوليلي بتساعديها بتعملي ايه معاها في المطبخ؟ بعمل المكرونه بشاميل. يا سلام، ده انت داخله على تقيل، مكرونه بشاميل وبتاع حركات. واللحمه المفرومه. برافو عليكي شاطره جدا يا حبيبه. ممكن تعيط عامل الشاورما الفراخ؟ حاضر، عينيا. شكرا. ايه شكرا يا حبيبتي، صباحك زي الفل. حاضر، بصوا انا حطيت بقى المكرونه، هسيب بقى المكرونه تغلي غلوتين كده مع الصوص بتاعي، وهبدا ان انا اقدمها بعد كده، وهنبقى خلصنا المكرونه خالص. تعالوا نطلع فاصل، قبل الفاصل بس تعالوا اوريكم كده. بصوا الرز بتاع الكبسه خطير، حلو جدا، هنقدم كل الكلام ده مع بعض، بس تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى ايه المكرونه بتاعتي كده ايه، بصوا سبتها تغلي غلوتين مع الصوص بتاعها اهو، بقى ايه تبقى كلها الصوص الحلو ده. هنبدا بقى نغرفها مع الفراخ، بس تعالوا دلوقتي هنبدا نعمل ايه، هطفي بس دي، تعالوا نعمل عيش صرايا سريع كده، هنعمل وصفه سريعه جدا وحلوه جدا، تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي عيش الصرايا السريع، عندي توست منزوع الاطراف وميه ورد وعلبه قشطه او قشطه بتاعت وش اللبن، كريم شانتيه، وعندي كمان فستق او سوداني مجروش اللي انتوا عايزينه يعني اللي متوفر عندكم، وشربات خفيف. وصفه سهله جدا. هقول تاني المقادير: توست منزوع الاطراف ولون طعام لو حابين، وعندي انا هعملها النهارده من غير اي حاجه، من غير لون طعام ولا حاجه، ومعلقه كبيره من ميه الورد، وتقدروا برضو تستغنوا عن ميه الورد لو مش تحبوا طعمه، وقشطه وكريم شانتيه مخفوق وفستق او سوداني او اي نوع مكسرات انتوا جارشينه، وشربات خفيف. اول حاجه كده ايه، هنبدا نجيب الكريم شانتيه اهو، ونحط عليه لبن مثلج او ميه على حسب اللي انتوا حابينه، وهبدا ان انا اضربه. تمام كده، اهو كده هبدا كده ان انا اضربه. وانا بضرب الكريم شانتيه هجيب التوست اللي احنا نازعين الاطراف، وهبدا احطه في الكبه افرمه خالص. بعد ما اتفرم كده، ما انا احنا عايزين الكريمه تتضرب، بعد ما التوست كده هيتضرب هبدا ان انا ايه هحط بالتدريج وانا بضرب شويه ميه، ميه زهره او ميه ورد، والشربات الخفيف لحد ما يبقى عندي زي العجينه. تمام، هبدا افصل وهجيب السباتولا كده وافضي التوست. طبعا لو عندنا لون طعام احمر تقدروا ان انتوا تعملوا فيه لون طعام. هشوف كده انا محتاجه احط شربات تاني ولا لا. اهو، وهبدا ان انا ايه اقلب كل الكلام ده كده مع بعض، اقلبه كويس جدا اهو، يبقى زي العجينه كده عندي او زي السميد كده عندي بالشكل ده اهو. فضي كله. نعم، وابدا ان انا ايه افرد الطبقه اللي تحت. اهو كده نبدا نفرد بالشكل ده اهو كده، ونكمل ضرب الكريمه، نحط معاها القشطه، نرفع كده نحط معاها القشطه.
حاساها بس تقيله شويه، هخففها كده بشويه لبن ونضربهم. ونبدا نحط ده فوق الوش، القشطه مع الكريم. انا محتاجه سريعا بس نفضي ده بعد اذنكم. يلا نبدا بقى نحط الكريمه. يلا يا هني بعد اذنك نحط الكريمه كده. يلا يا هني اهو كده. انا محتاجه افضي دول يا هني كده بعد اذنك. يلا نبدا بقى ايه نساوي الكريمه اهو. هنبدا بقى ايه نحط فوق الوش شويه سوداني مجروش، شويه فستق مجروش، اللي انتوا عايزينه اهو. بصوا هساوي كده عيش السرايا بالشكل ده. بس ايه نفضي الدنيا كده عشان نعرف نغرف وقتنا. وتعالوا بقى ايه نجيب منديل انضف الصينيه بتاعتي. طلع لي اللي في الفرن هنا يا سمح. عايزين بقى تحطوا شويه سوداني مجروش، شويه فستق مجروش، اللي انتوا عايزينه اهو بالشكل ده كده. خلاص على كده بيبقى حلو جدا، ومن الحلويات السريعه الحلوه اللي ما يعني بتاخدش وقت خالص. تعالوا بقى ايه نحطها ونبدا نغرف الكبسه بتاعتنا اهو. بصوا بقى الرز رهيب، ريحته فظيعه، حلو جدا. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الفلفله بتاعت الرز، بصوا عامله ازاي. تعالوا بقى ايه بصوا، بصوا الحله مفيهاش ولا اي حاجه. انا مش شفتكش بصيت. نفضل كده نزاول بعض وبعدين. طيب ينفع كده؟ يلا بينا نحط الفراخ. اه كده طبعا بقى اعملوها زي ما قلت لكم باللي انتوا عايزينه، وراك صدور اللي انتوا عايزينه، فراخ كامله اهو. طبعا معلش انا مش هقدر اسيب شويه البهريز دول بصراحه اهو، هتهمش كلهم عشان فيهم دهون كتير عشان ما تضربونيش. نبدا بقى ايه نحط معاهم شويه الصلصه دي. طبعا عايزين تحطوا في بوله كده جنبها براحتكم، حابين تزينوا بيها برضو براحتكم اللي انتوا عايزينه اهو. ممكن برضو ايه نحط كده هنا دير ما يدور. انا عارفه ان ياسر هيزعق لنا دلوقتي عشان عايز يقفل. ده قد ايه؟ يا سلام رضا، يا سلام اهو اهو. حاضر، ورا ورا. مش عارفه يعني ماشي اهو. تعالوا بقى نقدمها كده مع بعض هناك، ونقدم المكرونه بعديها، نغرف المكرونه على طول. يلا بينا. نجيب المكرونه، ندي تقليبه للمكرونه كده اهو، الصوص بتاعها
ونبدأ ان احنا ننزلها. مفيش دعوة انا بغرف بايه معلش. اهو متشغلوش بالكم يعني انا بعمل حاجات يعني غريبة كده شوية بس ايه عشان نخلص يعني. اهو هبدأ كده ايه ألم كل المكرونة، أجيب الصاج اللي فيه الفراخ كده، حابين بقى تقطعوا الفراخ، حابين تحطوها زي ما هي على حسب ما انتوا حابين. في واحدة زي دي من غير ما تبقى مشرشرة كده معاكوا بره. طبعا هي المفروض يعني تتساب تهدى شويه عشان هتفرفت، السكينه دي كانت مش حاميه قوي. ماشي هنسيبها سليمه. ها يلا بينا، عايزين بقى تقطعوها، سيبوها يعني تهدى شويه كده وبعدين قطعوها عشان ما تفرفتش منكم. اهو نبدا بقى ايه نقدم المكرونة مع بقية الحاجة. احنا كده خلصنا حلقتنا، عملنا كبسة حلوة جدا بطريقة سهلة وبسيطة، وعملنا كمان صلصة ليها في منتهى الجمال، وعملنا المكرونة بالشكل اللي انتوا شفتوه، وعملنا كمان عيش سرايا سريع جدا تقدروا انتوا تعملوه بمنتهى البساطة. ممكن تخلوا التوست من تحت لونه احمر زي اللي انتوا بتشتروه من برة فبيبقى حلو جدا. دي كده كانت حلقتنا، يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. إن شاء الله أشوفكم بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من طبق طبق.